وسهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن برعاية أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ ومعاونة أستاذنا أبونا دانيال الشمعون، اعتمادا على طبعة العربية للقرآن لكي نعد طبعة جديدة عربية اعتمادا على فهم أستاذ لوكسمبرغ للقرآن سريانيا. لوكسمبرغ، أيوة مش لوكسمبرغ، أيوة. عبس، عبس وتولى، هذه عليها ملاحظة، عبس وتولى. أو لا، القرآن يقول عبس مش عبس، بينما القراءة المختلفة هي عبس. ممكن عبس نستعملها في الدارجة، عبس وتولى، تولى دار ظهره مشي. هنا ترجمة جلالين، أعرض لأجل، لأجلي ما أعرفش لأجل حاصله، مش ندخل في التفاصيل، نشوف أراجعها. عبس، واضحة العبارة أم عايزين توضحوها أكثر؟ لا، تولى بالنسبة للأعمى اللي جاءه الأعمى، بعرف بس كلمة عبس هل علي ملاحظة؟ لا واضحة بالعربي. هنا هذا اللي حبيت أسمعه، أن جاءه الأعمى، هنا عليها ثلاث قراءات، أن جاءه الأعمى، يعني هي استفهامية، يعني يعني بهكذا هو عبس وتولى إذا جاءه الأعمى بهذا. هذا صحيح، هذا صحيح. أن أوكي، ولأن له جاءه الأعمى، لا ممكن فهمها كجملة شرطية مقلوبة، إن جاءه الأعمى عبس وتولى. تمام، أو هل عبس وتولى إن جاءه الأعمى؟ لا مش جاي هون، هل فقط يعني حين يأتي له الأعمى يعبس يمشي، عبس وتولى. صح صح، يعني هاي فيها تقديم وتأخير سموه هيك. وما يدريك لعله يزكى، بالقرآن ما يزكى هكذا. هكذا ممكن إدغام التاء والزين تصبح يزكى، أيوة هكذا، أكيد هو المقصود بها يتزكى. إيه هم كذلك، هم كذلك. لعله يزكى، هل عندك ملاحظة على كلمة الزكى أستاذنا؟ لا، تزكى بمعنى أعطى الصدقة، تصدق من دخية بالسرياني. لا، ليس بهذا المعنى أستاذنا هنا. نعم، بأي معنى؟ كيف فهموا هذا التعبير؟ وما يدريك لعله يزكى، هل الأعمى جاي يعمل زكاة؟ يزكى يعني يتطهر. مقصود أنا أفهم هو اللي عبس، ما هو الأعمى. لا، وما صح، يدريك لعله يزكى، هو يدافع عن الأعمى. إذا ممكن تفهموا هالمعنى، ممكن بهذا المعنى. الحاصل مو مشكلة، يزكى هو حتى بالسرياني زكي زكي زكي، أيوة يعني دخية، معنى زكي وزكي وزكي، بمعنى يعني زكى يعني يتطهر. بالضبط، يتطهر، أنا أكتبها هيك، يتطهر. بس ممكن يعني أيضا أو يتصدق، تصدق من زكاة من دخية. على كل، لأنه بمضمون الآية يعني دار لي كونتكست يعني أشوفها. طيب، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، هنا عليها قراءة مختلفة، يذكر أو يذكر مش يتذكر، أنا أفضل يتذكر بس. نعم، يتذكر صحيح، يتذكر هو بيشدد عندنا، يتزكى ويتذكر. تمام، فتنفعه، فتنفعه بالقرآن، فتنفعه وفي القراءة المكتوبة تنفعه بحيث تنفعه. أيوة،
تنفعه ذكرى. أما من استغنى هذا ما عليهش أنا ملاحظة عليه. استغنى هنا بمعنى يعني أنه ما عادش له حاجة. لا ممكن يكون اللي ما عندهش حاجة أو ممكن الغني الذي لا يعطي ما يحب يعطي. أما من استغنى فأنت له تصدى. نعم. أو أصبح غني. طبعا. لأنه هذاك الفقير نبل. يعني بمعنى من اغتنى. أيوة استغنى. أيوة. أيوة أنا لن أدخل بالتفاصيل ترجمتي. يعني استغنى أوي كانت سلوي كي ستانريشي أنا هكذا ترجمتها. هذا صحيح. أيوة الآية السادسة فأنت له تصدى. تصدى هنا هناك قراءتين مختلفتين أستاذي. تصدى وفهمت معنى تصدى تتعرض بالإقبال عليه. تتصدى لكن سريانيا العكس المفهوم منه. إيش؟ استا من حاد عنه يعني تجنبه وليس تعرض له. تجنبه. استا. خليك عنه يعني. سيبت منه. ما هو مكتوب له. هو فهمت كذلك تتعرض تتعرض بالإقبال عليه. لا بالعكس بالهرب منه. هو تصدى ما إحنا بالعربي نقول تصدى لفلان أي واجهه عربيا. لكن هنا تطور الفعل العربي الدال من التاء والطاء السريانية ستا من أرحى أي حاز عن الطريق وليس تصدى للطريق. بس كان لازم يقول فأنت منه تصدى إذا كان هيك. لا هلا منه لا له على كل حال له بالنسبة له يعني. له يعني يكون مفعول له داتيفهم يكون. طبعا هنا استعمال العربي أصبح له لكن بها نفس المعنى ما يغير المعنى. لكن تصدى لا تعني الإقبال عليه أو لتصلي لمنعه من الشيء. هو بالعكس يعني خليك منه هاي معناها. أستاذ الفاضل بس المعنى الصورة غير ذلك لأنه هو أولا كان أعمى فهذا ما اهتمش به. قال له لو أنه غني أنت لكان قبلته بهذا المعنى. فهمت أستاذ؟ إذا ممكن تشوف لي في القرآن في غير مقاطع موجودة كلمة صدق تصدق. طيب نعيد قراءة نعيد القراءة مشان نفهم المضمون. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا تولى لأنه جاءه الأعمى. أيوة. وهنا أقول له أما من استغنى فأنت له تصدى. بمعنى هذا الغني اللي ما يحب يعطي خليك منه. أي معناته؟ أنا لا لا, لا لا لأنه لو غني أنت يعني بترحب به. لا لا لأنه هو رافض يعطيك مع أنه هو غني. لكن طالما هو غني وما يحب يعطيك خليك منه. وما عليك ألا يتزكى. ما يتصدق. أستاذي الفاضل أعطيك الترجمة الفرنسية ولو أنه ما قلنا مش عايزين نتكلم بالفرنسي. أنا ترجمتها كذلك. تي لوي في إيكو لكن تي لوي في إيكو E-C-H-O لأنه معنى الصدى يعني أنت يعني أنت تقبله أو يعني تعطي الوجه. ولكن حميد الله ترجمها tu vas avec empressement à sa rencontre. وعبد العزيز السيدة tu lui prêtes attention. وبوبكر tu t'en préoccupes. أنا فقط عندي اقتراح لغوي فقط يعني
في تطور للألفاظ من السريانية، يعني من الحروف المهموسة السريانية إلى الحرف المجهور العربي هو الدال. الدال تكون يعني ممكن أن تكون لفظ، يكون لفظ مجهور للفظ التاء أو الطاء. فإذا أقرأ لكم ماذا يقول من بالنسبة للصاء، صدى يعني مش صدى. هذا عدل مال انحرف ابتعد، ابتعد عنه له بالمعنى السرياني، هذا اقتراحي. وجاء بهذا المعنى عدة مطاعف في القرآن بمعنى صدى، بمعنى الصدى العربي. وأنا بالمعنى السرياني استام من أرحى تعني صدى من الطريق، يعني حاد عن الطريق. هذه الكلمة جاءت أو مشتقاتها 42 مرة. شفت، بس غالبا تأتي بالمعنى السرياني وليس العربي. ممكن نشوفها بنشرح. يعني هي طويلة عريضة. طيب خلينا غير حلقة. وتصدون عن سبيع عن. هذه واضحة. لكن هنا فأنت له تصدى، يعني بالعكس هنا، لأنه هذاك عن هذا له، فأنت له تصدى. هلا مش له اللي راح تغير المعنى. أيوة، لأنه عربيا ممكن تستعمل له بدون تغيير معنى تصدى. أيوة، لا بس هو عن يعني بالنسبة له. عنه يختلف عن له، ممكن منه كمان. له يعني أنت تواجهه. طالي ألا ممكن نشوف استعمال معنى اللام بالسريانية لا تطابق دائما استعمالها بالعربي. أكيد 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 أكيد، بس هنا الآية أظن هي واضحة. أنا حسب مفهومي أنه خليك منه، خليك منه معناته روح تصدر، وبالأخص هو أعمى. أنت تفهمها كذلك؟ نعم، أنا هذا مفهومي، هذا اقتراحي على كل حال منه. أيوة، على كل أنا أعطيتك الترجمات الأخرى. نعم. خليك منه حسب لوكسمبورغ، حسب لوكسمبورغ، دعه وشأنه. لوكسمبورغ، يلا ما مشكلة. لو تشوف دعه وشأنه. أن كم معنى عاطي إلى اللام، لاستعمال اللام. أستاذنا إذا تحب نكمل، ما لأنه إذا فقط حرف اللام ممكن نقعد 10 ساعات. لا فقط هنا المشكلة، أنا اللي خاف منه. يعني أنا مجبور يعني أعطب، لأن أنا خايف بعدين ما تنمش الليلي، ما تنمش الليلي. هلأ الآية السابعة. لا فقط من عاطي لاستعمال اللام بالسريانية 29 معنى. أيوة أكيد أكيد. هلا فقط معنى العربي. هلا الآية السابعة، وما عليك ألا يزكى. هذا فهمناها. وأما من هو، من المقصود ب ما عليك ألا هو، يعني من هو الأعمى. هذا صحيح. أيوة هذا هو. الآية الثامنة، وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. يسعى، شوف إذا عليها ملاحظة بالعربي، أنا ما عندي مقايا. وهو يخشى، يخشى 74 هنا، وهو يخشى جلاليك، وهو يخشى الله. طيب هذا يخشى، أنا أعتقد أنه يخشى ربه، يعني يخاف ربه. أيوة يخشى الله، هم هكذا يعني يخشى ربه مثل ما تقول أنت. أيوة الآية العاشرة تقول فأنت عنه تلهى. تلهى وقرئت تلهى تتلهى تلهى، يعني جعل ثلاث قراءات مختلفة أخرى هكذا. هل عندك ملاحظة عليها؟ لها عنه يعني لا تهتم به. صحيح، لأنه الهاء سريانيا تعني أخلى بمعنى حادة، لكن
أنا ترجمتها تيتان ديستري. تأتي بهالمعنى تلاحظ. الآية 11 كلا إنها تذكرة. طبعا كي لا يعني أكيد إنها تذكرة بهذا المعنى مش هيك أكيد. كلا حقا أكيد 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 أو حقا حق. أنا حقا أنا ترجمت نو سيسي إتارابل هكذا أنا ترجمتها نو درد بالعربية بمعنى نو نو كلا لكن هي مش كلا حقا إنها تذكرة يعني ممكن يعطينا حق صاحبنا الخبير باللغة العبرية طيب 12 فمن شاء ذكره نعم 56 لن ندخل في التفاصيل اللغوية في صحف مقرمة هذه اعتبرت ناقصة أستاذي الفاضل هو في صحف مقرمة من هو هكذا فهمت المنتخب والجلالين فهم هكذا هو في صحف مقرمة مرفوعة مطهرة هكذا والآية بأيدي سفرة هاي كلمة سفرة عليها مشكلة لا لأنه جمع من السفر أي يعني الكاتب أيوة بس هنا فهمت فهمت هكذا والأرامية الكتاب ولكن هذه الكلمة في العادة المعنى أيوة ولكن إشارة كتبت التوراة صحيح كتاب الأسفار طبعا أيوة الذين كان عليهم أن يكونوا في حالة طهارة عند كتابتهم لنص التوراة فتكون هذه إشارة إلى نص التوراة بأيدي سفرة سفرة يعني كتاب كتب. يعني سريانية سافري سافري جمع سرياني صاروا طبعا بالعربي سفرة بس أوضح لكم معجم ألفاظ القرآن فسرها بمعنى سفير مفردة ممكن يكون سفير وجمعها سفرة والملائكة سفرة لأنهم ينزلون بالوحي الذي فيه صلاح الناس معقول ونجد في اللغة النبطية كلمة سفر بمعنى صفر سفر بمعنى قراء وفي الأرامية بمعنى الكتاب الكتاب صحيح الكتاب الكتاب إذن هي بأيدي سفر كتاب لسكريب نعم نعم كتب كتب أنا ترجمة سكريب أنا ترجمتها سكريب حلو يعني منيح لما غلطت ولا خرب بيتي الآية 16 كرام بررة يعني أبرار بررة بررة نعم بأيدي سفرة كرام بررة أيوة بررة بررة أيوة الآية 17 قتل الإنسان ما أكفره معنى لعنة نعم قتل 79 كفرت برب النجم هذه جاءت بخصوص هذا الرجل قتل الإنسان يعني قتل يا ريته قتل بهذا المعنى بمعنى لعنة 79 17 شوف 17 أنا ترجمتها كلمة سواتية ولكن تم ترجمتها ترجمات أخرى لكن مش هنخلص منها قتل يعني هي لعنة على الإنسان طبعا لعله يا ريته يقتل ولكن بمعنى لها معنى ثاني
صحيح اللعنة تأتي هنا بمعنى لعنه إلى جهنم، يعني يتمنى له القتل، القتل الموت، لأنه يتكلم أيضا عن الموت، لا يموتون إلا الموتة الأولى. ماذا تعني هذه العبارة؟ حميد الله ترجمها كبريس لوم، ولكن عبد العزيز موديس ولوم. صحيح موديس، صحيح هذا. بس قتل في الواقع يعني ستين مالديكسيون، هذه صحيح مالديكسيون. أتمنى لك القتل، صحيح يا ريتك عن اللعنة، يا ريته يقتل الإنسان ما أكفر لأنه كافر. ما هو لعنه نتيجة هو القتل، يعني يستاهل القتل. إيه بالتمام بالتمام، يستحق القتل. بس ممكن يلعنه إنه يخرب بيته مثلا، صحيح. بس هنا فيها قتل. أيوة الآية 18، من أي شيء خلق. نعم، من أي شيء خلق. هل من نطفة خلقه فقدره؟ هل هذه عليها 80؟ أنا عندي ملاحظة فقدره، إحنا عندي قراءة مختلفة. فقدره نطفة إحنا عرفناها هاي. انظر تكوين الإنسان في بطن أمه الهامش الفلاني، مو مشكلة. من نطفة خلقه، نطفة هي نقطة مش هيك؟ نقطة. نعم، ممكن تكون النقطة مع التراب فيكون ممكن معناها أيضا من الطين، يعني الطين لا يمكن أن يصبح طين إلا بنطفة بالماء، بزيادة الماء عليه على التراب. نطفة. إذا كيف تفهم هذه الكلمة نطفة؟ نقطة مش هيك؟ نقطة. لا قطرة. إذا نقطة صحيح نقطة. أيوة قطرة قطرة. أيوة قطرة. أيوة قطرة. 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 ويعني المني. حسب إذا كان يعني المني أو إذا كان يعني الطين، يعني أول خلقه. ما هو القرآن بيقول الإنسان خلقناه من نطفة ومن يعني يبدأ بنطفة، أول شيء هو المني نطفة. لا المني مثل المعنى العربي مش صحيح، المني تعني العدد فقط. طيب أوكي. هلا يعني ماء صحيح لكن مو المني. العشرين أستاذي أستاذ شمعون، أبونا شمعون. يعني الله تعالى ما خلق الإنسان من مني، خلقه من نطفة، من نقطة تراب، من قطرة تراب. هو الإنسان يعني هي نطفة الماء التي جعلت التراب طين. أيوة. جعلت من التراب طين. فيعبر عنها. لكن قد يعني أيضا علاقة الرجل بالمرأة، كيف يخلق الإنسان من الله نطفة. خلقه ابني أي شيء خلقه، من أي شيء خلق؟ من المني. لا بالأصل لا، من الطين. يعني قبل المني بيجي الطين. طبعا قبل المني. بعدين جعل الإنسان هو صار يخلق، لكنه بالأول ربنا خلقه من طين، ما خلقه من طين. بس كلمة نطفة جاءت عدة مرات. نطفة سريانية تعني نقطة، يعني قطرة. نعم، لكن في القرآن أصبحت بالدرجة نطفي، يعني شوية، يعني مثل ما يقولوا بالفرنسي إنجوت قطرة. أيوة قطرة. لكن في القرآن استعملت هذه الكلمة في تطور الجنين. صحيح فيما بعد، نحن نتكلم عن خلق الإنسان في البداية وليس فيما بعد، من بعد آدم. أوكي 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 يا سيدي، أوكي ما عندي شيء. أنا ترجمت دينجوت. أيوة. صحيح وخلص. أيوة ما يعني ما 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 أجوتي فني دتير، هاي سماها النطفة، بدون الماء ما يصير في طين. نقطة من نقطة. نقطة شو ما بعرف، اختصرها بنطفة فقط. أيوة 20، ثم السبيل يسرة. هنا اعتبرت خطأ، مكة اعتبرها خطأ. ثم للسبيل يسره، للسبيل يسره. شفت أن القرآن يستعمل أحيانا مفعول به بدون حرف جر؟ إيه بس اللي العرب صححوا حسب استعمالهم للغة العربية، لكن القرآن
لا يتبع دائما الاستعمال العربي المفهوم العربي اليوم، ولكن قد يخطئ أيضا. قد مثلا يصلى نارا نفس التعبير هنا، السبيل يسر بدل إلى السبيل. على كل أنا يعني ذكرت ما يقول مكي وهو مفسر كبير عندهم، ثم للسبيل يسر يعني سهل له الطريق. يعني ممكن أن يكون مفسر كبير دون أن يفهم لغة القرآن الحقيقية أو السورية والآرامية، دون علم الآرامية، بس عربيا نقول ثم للسبيل يسر عربيا. نحن نتكلم اليوم العربي. عربية اليوم بعد سيبويه. أكيد أكيد أكيد. نعم. أكيد. ثم هم هكذا فهموا. هل الآية الثالثة شمعون تقول شيء؟ ثم يسر سبيله. أو يسر له السبيل. يسره نعم للسبيل، ما هليك هم قالوا ثم للسبيل يسره، يعني يسر له السبيل. نعم يسر للسبيل له السبيل. يسره. هي مقلوبة، هو ثم يسر له السبيل، هو كان لازم يقول كلامك سليم. بس هذا لأنه هو المشكلة إنه بحافظ على السجع. أيوة. فهمت علي؟ فهو قلب الجملة. قلب الجملة صحيح. قلب الجملة 21 ثم أماته فأقبره. يعني جعله في القبر. ثم إذا شاء أنشره. نعم. أنشره. هناك قراءة أخرى نشره. هو نشره طبعا. أيوة. والآية 23 كلا لما يقضي ما أمره. لما يقضي ما أمره. كلمة لما هنا عليها مشكلة، بس أنا ما ذكرت ما هي المشكلة. أنا ترجمت إلنا باش بيسكلوية سكلوية أردني لما يعني لم يقضي ما أمره. صحيح بهذا المعنى لما، بس ليش لما هنا المشكلة؟ لما أنا سريانيا الما تعني لماذا، لكن من لا تأتي هنا ما ترهن مع الجملة. أيوة. إذا نمر عليها. فلينظر الإنسان إلى طعامه. نعم. أن صببنا الماء صبا. إن وقراءة مختلفة. إن ثم الآية 26 ثم شققنا الأرض شقا. صح. أنا ما عندي ملاحظة. 27 والمطلق فأنبتنا فيها حبا. نعم. وعنبا وقضبا. قضبا فهمت بمعنى نوع من المزروعات، اختلف في تحديده، واللفظ دال على كل نوع يقطع، يعني قضبه وقطعه بهذا. ممكن يكون بدل الضاد قصبا. قصبا مش قضبا. بس القصب شو دخلنا بالعنب والقصب؟ لا مش نوع من الزرع القصب، مش القضب. نوع من النخيل أيضا القصب. نعم قصب. القصب يعني نخيل عندكم في العراق؟ أيوة نوع من النخيل. شوف ما شاء الله. القصب يعني قصب. ما مش نخيل. فإذا حسب نوع من التمر. نوع حسب كيف يفهموها، لكن هي الكلمة قصب وليس قضب. منيح. بس القصب احنا عندنا ليروزو. أكيد. ليروزو صحيح القصب، لكن بالعراق ممكن تعني في غير بلد غير شيء قصب. هلا سريانيا قصبا شو تعني؟ لا هنا عربي قصب. لا بس بدي اشوف اذا في السرياني في شيء يساعدنا. انا ما في شيء، ما عندي بالحقيقة. اشوف لك صديقه. ما اعتقد انه له مرادف بالسرياني قصبة. صال. انا ترجمتها فيني إليغيما. صام. مش موجودة بالسرياني قصبة. قصبة ثياب رقاق ناعمة من كتان.
قصيبة قص نعم ما في كفاية. أنا ترجمتها بليجيم وعنبا ولأنه هو فهمت بالعربي نوع من المزروعات اختلاف في التعديل واللفظ دال على كل نوع يقطع. نعم قصب لأنه القصاب تعني هذا المعنى القصاب اللي يقطع. أي وهو قضبة برضو يعني قطعة قضبة قضبه. طيب هل ممكن إذا مكتوم قبض لكن قضبة ما لها وجود قضبة. قضبة بالعربي موجود قضبة. بالدرجة بالدرجة قضبة. لا 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 أستاذي قضبة أظن لغة فصحى على كل مش مشكلة أنا بشوفها بعدين أنا بشوفها بعدين. وزيتونا ونخلا وزيتونا طيب. ونخلا نعم لأنه لو كانت نخل كما تقول أستاذي كان هنا ما كرر ونخلا هنا المشكلة وضائع وحدائق غلبا. ما معنى حدائق غلبة وما معنى حدائق حديقة. أقول لك شو كتبت أنا غلبا كثيفة وملتفة الأشجار هكذا فهمت هكذا فهمت يعني غلبانة. لا يعني ما أولا ما ماذا يعني بالحدائق الحديقة. ما معنى الحديقة؟ بستان. لا أحدق بي معنى أحاط شيء يعني ماذا ما يحيط به حدقة وأصبحت بعد حس الدال حاق حاق بهم ما كانوا به يستهزئون حدق بهم عاق بهم عربي أستاذي لوكسمبرغ عربيا حدائق هي جمع حديقة والحديقة روح عند أي فلاح فلسطيني بيقول لك شو هي الحديقة فرجيك ألف حديقة. لكن القرآن بيعني فيها غير شيء. ليش عزيزي؟ لأنه ما هي أساس الجنة ما هي أهم يعني شجرة أو هن اللي ليه حتى كلمة الجنة شو أصلها؟ إيه بس إحنا خلينا على كلمة حدائق. نعم. علشان ما الجنة تعني شيء يستر. منيح حدائق. يستر جنة معناتها سترة. منيح. يلي يستر هي العريشة يعني العناب. هم يعني العريشة العنب هي بنفسها تشكل حديقة. بعدين. طبعا عمموها لكل البستان أصبح هي الحديقة لكن الحديقة هي فقط أولا شجرة العنب التي هي تشكل حديقة تشكل ستار يعني أنا كابن فلاحين أستاذي الفاضل أنا كابن فلاحين بقول لك حدائق هاي ما فيش عشرة بيختلفوا عليها ما فيش اثنين بيختلفوا على هذه الكلمة. أنا أرجع للأصل أنا ما أتكلم عن معناها المفهوم اليوم لكن ما معنى غلبة إذا حدائق معناها مثل ما تفهم يعني غناء حدائق غناء بهذا المعنى فبهذا المعنى يعني كثير لا أسمح لي شوي إن أنشأناهن إنشاء وليتكلم القرآن ما معنى إن أنشأناهن إنشاء للحدائق يعني للعرائش أنشأناهن إنشاء ما معناها يعني خلقناهم فأحسننا خلقهما أنشأ بمعنى علا إنشاء وهنا أفهمها حدائق عليا وليس غلبا عالية أو عالية ممكن تقرأها عالية مش عليا عالية 80 ثانية واحدة خليك معي أستاذ الفاضل خليك معي خليك معي أرجوك ثانية واحدة أنا بدي أشوف لك هنا القاموس الخاص بالقرآن هنا 80-30 المعذرة خليكم معي 80-30 المعذرة 30 أيوة هنا حدائق غلبا هنا فهمت بساتين ذوات أشجار طوال ضخمة غلبا ملتفة
بيت الأشجار بلغة قريش أو غلاظا. فنصل إلى سورة قريش وما هو مفهوم قريش، وليس هناك ممكن وجدت شو نقول. شوف أستاذي أعطيك هنا شو يقول الكتاب. غلب الغلب القهر، يقال غلبته غلبا وغلبة وغلبة، فأنا غالب وغلبت الروم، بربطها بهذه الكلمة يعني غالبة بهذا المعنى. والأغلب الغليظ الرقبة، يقال رجل أغلب وامرأة غلباء وهضبة غلباء، هضبة عنقاء ورقبة أي عظيمة العنق والرقبة غلب، قال وحدائق غلباء بهذا المعنى. ليش ما تقول غلبان مثل ما استعملوه بفلسطين؟ أعفارب عليك وحدائق غلبان. وحدائق غلبان. طيب أنت شو اقتراحك أولا؟ نحن مثل ما ذكرنا أغلب الأخطاء حصلت في المرحلة الرابعة، أي بالتنقيط الخاطئ، أي بالتصحيف المسمى بالتصحيف. طيب. وهنا ممكن أن نقول أنه قراءة غلبان غلبان قراءة خاطئ، تنقيط خاطئ فقط. وهي فإذا غلبان من الحدائق لا معنى لها. طيب أعطيني تنقيط. أنا أقرأها عليا، عليا بمعنى عالية، عليا سريانيا اسم مفعول، عليا 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 أو عليا مثل ما لأنه أستاذ الفاضل لازم ننتبه أنه في آخرها سجع وفاكهة وأبا وغلبا وغلبا، فهم علي؟ على كل مشكلة القرآن ما يتقيد دائما، مش صحيح أنه ال 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 شو قلنا؟ أنت قلت إذا القافية مش دائما يتقيد فيها القرآن، مش صحيح. هل أنت تقول يعني غالبا صحيح بس مش دائما؟ هل هنا تعني وحدائق غلبا يعني حدائق عالية؟ عالية عليا نعم، عليا 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 يعني عليا مش عليا، عليا عليا بالألف عليا. نعم. هل أنت تعني بذلك؟ طب أنا عندي 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 فكرة الآن، وحدائق معلقة بهذا المعنى. إذا كانت معلقة تكون ممكن تعتبرها عالية بهذا المعنى، ممكن بهذا المعنى. وحدائق معلقة، ما هي الـ الـ العريشة معلقة طبعا. إيه هو هو الحدائق المعلقة تاعت بابل مش هيك أستاذ؟ لا هذا غير غير موضوع. نعم نعم نعم. هنا بهذا اللي بربطها بهذه القصة وحدائق معلقة. حقيقة معلقة لكن هنا مش بمعنى المعلقة، لكن عليا العرائش طبعا معلقة. طيب معلقة عليا. وفي بابل أيضا يعني العرائش المعلقة. يجوز. أيوة. وفاكهة وأبا، أبا حيرت كلمة أبا المفسرين، حيرتهم. يقول معجم الألفاظ إن هذه الكلمة تعني عشبا وكلاء، ونتج هذه الكلمة باللغة العبرية في العهد القديم بمعنى الخضرة أو البراعم، موجودة بالعبري، موجودة بالسرياني أيضا، وتعني يا فاكهة إباني. إبا إباني إبا مو أبا، إبا أبا لأنه أب، إبا يعني ثمرة ثمر. أخي أستاذي الفاضل أستاذي، وفاكهة وإبا في سفر أيوب وسفر النشيد، هذه الكلمة جاءت باللغة العبرية بمعنى الخضرة أو البراعم، فاكهة وخضار. اسمحوا لنا أن نذكركم بأن العبرية اشتقت ألفاظ كثيرة من الآرامية. أتفق معك أتفق، بس هل إذا هذا التعبير آرامي وليس عبري الأصل؟ طيب ما هو برضو هل هناك بمعنى خضرة وأبا ولا لا؟ لا بالأصل ما معنى الإبا أصلا؟ جاء من هبابة من الزهور، والزهور
طبعا هي أصل الثمار. ما هو ليك بسبب البراهم يعني أصبحت هنا مرادف الفاكهة فقط. ما هو طلعت البراعم هي أصل الفواكه البراعم. مش البراعم الأزهار. طبعا قبل الأزهار في البراعم طبعا. الأزهار والأثمار. طبعا الأزهار منها منها تتكون الثمار من الأزهار. طيب. هابوب اسمها بابي أصبح بعدين أبي يعني اختصروا الهاء موجود الهاب لحد الآن هابابي هابوبي بالسرياني تعني الأزهار. أزهرت الشجرة نورت بمعنى طلعت أثمرت وأثمارة وفاكهة وأثمارا. فإذا الإب والإبانة تعني فواكه أثمار فاكهة وأثمار. أيوة بس أولا زهرة حطت أولا منة زهرة بس هبها باب بالهاء بعدين الهاء أصبحت همزة صارت إب وإبانة تكون منها بعدين ثمر وفاكهة. أستاذ الفاضل يعني غصن كمان عندي اعتراض إذا قلت أثمار معناته هي مقررة لكلمة فاكهة. نعم مرادفة. أنا ذكرت لك إنه هي شو اسمه فاكهة حتى فاكهة زي من فقعة يعني فقعة وفغي سفغي يعني الثمار عند وقت لا تستوي الثمار تصبح فاكهة. صح فقعة استوت. سريانياً أثمار هيك أنت كنت مش هيك؟ نعم نعم سريانياً أثمار. الفضل رجعاً كلمة الكلمة بالسرياني إبا وفي إبلة بالجمع إباني إبا وإباني إبا أي نفس الشيء يعني نفس الكلمة أيوة همزة يعني إبا وجمع إبي وغيرها إباني كمان بالجمع فإذا إبا المفرد إبي أو إباني يعني بالهمزة إبا تحت الألف بالضبط تحت أيوة تحت حلو جدا الآية 2 متاعا لكم ولأن عمكم لأنعامكم. ما معنى متاع؟ ما تتمتعون به. ما معنى تمتع به؟ يعني تمتع يعني جويسانس. لا ما لها لا لأنه الفعل مشتق من امتاح بمعنى امتد وانتشر والامتداد هنا منسوب إلى إمكانية يعني تمديد الحياة يعني للتمكن من العيش هذا أصبح المتاع سموه المتاع. نعم. بمعنى الإمداد عربيا اليوم أعطوه من الإمدادات أمده بي. نعم. يعني أعطاه ما هو بحاجة إليه للعيش أي معنى المتاع إمداد لما يضمن الحياة. نعم إمداد ما احنا بنقول إمدادات في الجيش إمدادات الجيش أصبحت بهالمعنى لكن هي الأصل أرامي سرياني متاع يضمن الحياة متاع ما هي الكلمة بالسرياني الفضلية متاح ميم تاء حاء متاح تطورت بعدين الحاء اللي يعتبر كلفظ مهموس إلى لفظ مجهور اللي هو العين أصبحت متاح متاع متاع. أوكي بس مش أوكي. بمعنى التمتع المفهوم اليوم سنعينا فيك لجيسانس متاع متاع هذه احنا يعني هنا المتاع يعني ما يسمح لك العيش للسيرفيفر. ايوه اوكي فهمت فهمت. طيب هل الآية 33 فإذا جاءت الصخة الصخة ماذا تعني الصخة؟ في كتاب السجستاني قلت لي أنه مش كلهم يعترفوا فيه. أيوة يقول فذهبت عند فلان فأخرج لي مصحفا وإذا بالآلف ياء والياء ألف والله أعلم. فإذا هنا مش الصاحة الصيحة
وفعلا وفعلا فعلا فهمت الصيحة الشديدة يوم القيامة، ولكن ولكن قد تكون خطأ وصحيحة الصيحة كما في آيات أخرى. الحمد لله أنه هون معهم حق الصيحة، هو بيقول في آيات أخرى هي الصيحة. نعم نعم. إذن أنا كتبت في الهوامش هذا الكلام، يعني هنا خطأ في الكتابة أو كتابة دارجة في بعض الكتابات الآرامية يكتبون الألف لكن مفروض أن تقرأ قبلها الياء. صيحة صياح مثلا، صياح لا تكتب بالياء وأنا بالألف، فأي ممكن تقرأ صياحة. ده بعد ألف صاحة الصاحة. إذن الصاحة جاءت الصاحة الصياح. الصياح الصياح نعم الصياح الصياح. أي أي يوم يفر المرء من أخيه. نعم المرء كتبت المرء أو المر أولا بدون همزة، تقرأ المار. هذه هي هذه هي بالكوفي ألف لام ميم را. أكيد مش المرء. يوم يفر المرء من أخيه مر. أيوة. وأمه وأبيه 36. نعم. وصاحبته وبنيه. نعم. أنا ما عندي ملاحظة عليها. لكل امرأ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. طيب شان أول شيء الهمزة وضعوها على الألف لكن سريانيا شان من شنا أطبع طبعا بالعربي دارجة الكلمة لكن أصلها كل شيء مميز عن غيري، هذا هو الشان يعني une particularité. شان شان أيوة أيوة. هلا هلا بس يغنيه لها قراءة يعني من عنا يعني يعني يعنيه. هناك قراءة يعنيه هذا أصح مش يغنيه يعني يعني هذا خطأ. نعم يعني صحيح. يتعلق به يعنيه صحيحها يعنيه يعنيه صحيح. استعمل حتى اليوم هذا ما بيعنيني. أيوة كما في القراءة كما في القراءة ليس يغنيه مختلفة صح. هاي أكيد نعم. هاي أكيد أنا ما عندي فيها ولا شك. هي القراءة صح حاطة شو نساوي يعني كويس. هي الآية 38 وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة فهمت بمعنى مشرقة ومضيئة. اسفار طبعا سريانيا مسفرة وليس مسفرة. كل نساء سافرة يعني ما فيش عليها غطاء. صحيح يعني مسفرة بهذا المعنى مكشوفة يعني فهمت بمعنى مشرقة ومضيئة. صحيح مشرقة كمان لأنه صفرة سريانيا تعني الصباح يعني نور الصباح أي منورة مضيئة. ثانية واحدة هذه مهمة. صفرة نور سريانية الصباح تعني صباح سر يعني لا هي تكتب سريانية صاد فاء راء وألف صفرة. صاد فاء فاء راء ألف صفرة ألف فاء صفار. لا لا ألف لا بعد الراء مش قبل الراء. صفرة 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 أي أي الصباح لأنه معناته نور الصباح أصبح بالعربي اللون الأصفر لأنه قريب من البياض الأصفر. هو لكن الأصفر سريانيا يعني الأبيض وليس الأصفر العربي. هي بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد. طيب منيح صفراء سريانيا صباح. حلو. لكن عنا طبعا إبدال الصاد والسين والصفر تعني الجلد المنظف المطهر اللي يكتب عليه أصبح هي. الآية 39 ضاحكة مستبشرة. 91 مستبشرة يعني منتظرة الخير.
هكذا فهمت مستبشرة طبعا بالعربي البشارة البشارة بشارة أي 40 ووجوه يومئذ عليها غبرة فقط إنه يومئذ الهمزة غلط يومئذين سريانيا يومئذين 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 يوم يومئذين 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 أيوه صحيح يومئذين عليها غبرة هل عليك عندهم مشكلة بهاي الآية 40؟ ما عندي شرح سوداني للغبرة عبرة كبرت نعم إيه يعني وجوه أخرى مغبرة أنا كتبت بالفرنسي بوسيروز طبعا بالمفهوم العربي أيوة طب السرياني شو تفهمها لأنه ما عندي تعبير سرياني للغبرة طب شو بتقولوا أنت بالغبرة بالسرياني عليها اسمح له شوي قطمة أيوة. طيب الآية 41 ترهقها قطرة هي القطرة هي القطرة لنشوف شو معنى في القطرة أيوة القطرة أنا بقول لك شو كتبوها قدر كاف دال را قدر ما معنى ترهقها ترهقها يعني تتعبها مرهق طبعا بالمعنى العربي صحيح أيوة سريانيا مع أنه الفعل السرياني ما له هذا المعنى يعني أبعد أرحقه لا يعني أتعبه طيب إيش نفهم هلا هون لكن طبعا هنا بالمفهوم العربي أوكي بالمفهوم العربي خليها هي قدرة قدرة يعني قدر قدر كاف دال را قدر قدر ها مش هيك مش عارف لا بالحقيقة حتى قدر مش ملاقي لها حل سرياني قدر أنا عمري ما سمعتها هذا لا تستعمل هذه الكلمة بالعربي أستاذ الفاضل لا صحيح ولا أنا سمعها أنا عمري ما سمعتها يعني أنا مو ليس تعدي على القرآن ولكن هذا لم أقرأه أنا يعني بصورة عامة يعني لغويا ما سمعناها باللهجات العربية 80-41 حتشوف أنا شو تقول القاموس 80-41 هلا بشوف شوف لك إياها 41 هنا عندي 41 يا رب ترى هيك قطرة هنا عندي فهمت بمعنى ظلمة وسواد قطرة سريانيا قطار تعني ارتفع وتشامخ وتكبر قطارة تعني كمان عظيم صخرة عظيمة كهف رتبة ما كنسية قطارة لكن قطرة تعني متكبر متقطر وكمان متهيئ للقتال عال مرتفع لا غير معنى طيب هنا فهمت ظلمة وسواد أو غبار يعلوه سواد الدخان أو دخان يخشى وجوههم هكذا هم فهموها هذا أنا عندي هنا الكتاب ممكن شوف لمرهج يعني مرجع لغوي يثبت هذا المفهوم لا بنشوف الكية حاليا ما لقيت لها مرادف بالسرياني بهالمعنى طيب مرجع اللغوي لسان العرب مثلا مرجع نشوف شو يقول القطرة مرجع مرجع عربي الآية 42 أولئك هم الكفر الفجرة هاي آخر آية شفت احنا خلصنا أقل من ساعة أولئك هم الكفر الفجرة هل عندك ملاحظة على الفجرة طبعا هنا جمع طبعا فجر الفجر نعم الكفار الفجار طبعا استعملها القرآن الفجار
أيوة. فاجر القرآن بالسريانية فحز وليس فجر. ميم نسيم تسعين. فجر. طبعا درجة بالعربي الفاجر. أيوة تمام. أستاذ الفاضل، كلمة فجر، فعل فجر ومشتقاتها جاء 24 مرة في القرآن. جميل. طبعا في فعل انفجر طبعا. أيوة ما هي كذلك. ممكن من انفجر. لكن الفجار بمعنى الخطأ بشرحها إذا قرأناها بالحيز فخز عهر شبقة. فحيز فحاز فخز عهر شبقة. بعدين نجس قدر طفص وهيج إلى العهارة والشبق. هذا فحيز. هنا عدة أيام استعملت القرآن فاجرا فجار فجرة. هكذا جاءت، يعني جاءت 5 مرات بمعنى الفاجر، بمعنى الفاجر. طبعا نتوقف هنا أستاذتنا. خليها هنا، فإذا فقط ملاحظة صغيرة بالنسبة لأولئك. أيوة طبعا تعبير آرامي. أيوة والدارجة نستعملها باللفظ الهاء بدل الهمزة، والهمزة مشتقة من الهاء. بالدارجة نقول هوليك. هوليك أصبحت أوليك وليس أولئك. هوليك 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 هونيك هوليك 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 في هولي للقريب، هوليك للبعيد. هوليك يعني أولئك للبعاد. منيح. إذن أولئك غلط، أكيد مش أولئك. بدل الهمزة مفروض أن تحط نقطين، يا أوليك وليس أولئك. انكثرت أوليك يعني هوليك. هوليك مثل الكوفي، شوف الكوفي هو أوليك. نعم أوليك الكوفي هو كذلك. طيب أنا شاكر فضلكم، اليوم عملنا يعني أكثر من الضرورة حتى خلصنا هاي الصورة 24. ما شاء الله يعني طلعت بركة. الحمد لله. الحمد لله. ونقول الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين صحيح. والحمد لأستاذنا لوكسمبرغ وأبونا شمعون، بارك الله لك ولك أيضا. إحنا بكرة إن شاء الله سنقرأ سورة القدر. أو القدر سموه سورة القدر أكيد. علي يعني في مشكلة أكيد. لا شرحناها هذه الحمد لله. إيه على كل هي صورة قصيرة 5 صور، لكن لن نترك كلام. أي عدد التسلسل التاريخي؟ 25 ما شاء الله. 25 يعني صرنا عاملين 24 صورة ما شاء الله. لا بارك الله فيكم. تعيش أبو أيضا. يعني أنا شاكر فضلك. إحنا يعني نستغرب بس يعني شو نعمل، والإنسان عدو ما يجهل كما يقال. طيب أبونا شمعون أنا شاكر حضورك. شكرا لك. وعذرنا إن غلبناك هاي 2:30 وإحنا شكرا مو مشكلة. على فكرة واحد عراقي كتب لي فعل نجرة في العراق يعني عاملة. بمعنى الطول يعني عامل على طول نجرة. نجرة يعني نجرة. فهو يقول أو خلق قال والدت نجرت. صحيح قريته. أيوة كان والدت تقول له ينعل اللي نجرك. جاءت هي أم نقرة 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 ينقرة يعني اللي سوا رتبه. يعني نجروا يعني إيه الجيم المصري. الجيم يعني الفرنسي celui qui t'a formé. oui qui t'a forgé. forgé aussi. forgé. أيوة يلا. ماذا نقول؟ شكرا جزيلا وأتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى لقاء الغد 8:00 إن شاء الله.
شكرا لكم، ليلة سعيدة. صحون على خير. أنا هذه الليلة صاد هذين الشريطين. أنت من أهل شريط البارحة حطيته على أنا ممكن. حطيته بس ما عممته، لأنه كل يوم بحط شريطين أو ثلاثة مش أكثر، مشان أعطيهم مهلة إنه يشوفوه. طيب كويس. لو بحطهم كلهم ما عاد بيشوفهم. ما بيشوفوا طبعا. يعني أكثر شيء شريطين أو ثلاثة كترت. بس مش مهم. المهم إحنا لينا عندنا التسجيل تاعك. أستاذ أنا عندي سؤال. أنا عندي سؤال. بدي أقطع التسجيل وخليك معي. خليك معي.